السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. انا تناولت فيديو سابق مكملات ال NMN، وببساطه كده قلنا ان هي بتتحول لماده الناد، والناد دي لها دور فعال في تحفيز السيرتوين المسؤول على الشيخوخه ومنع حدوثها، وبالتالي المكملات دي لها دور فعال جدا في ان هي تجعلنا اصغر سنا وتحافظ علينا ان احنا ندخل في امراض الشيخوخه. والناس اللي داخل في امراض الشيخوخه بفضل الله سبحانه وتعالى بتقلل لهم اعراضها تدريجيا واحده واحده، يعني ممكن تعمل كمان ريفرسر للشيخوخه او تعكس الشيخوخه للشباب. ان شاء الله هذا الفيديو مكمل للفيديو السابق. اهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتوره ساميه سليم، استشاري طب الاطفال والغدد والسمنه، زميل بكليه الطب بجامعه عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه. يا ترى ايه هي ال NM كده ببساطه كده واختصار في هذا الفيديو، وايه الفرق بينه وبين الناد، وهل يفضل ان احنا نتناول الناد ولا ال NMM، وليه؟ حاجه اخرى، هل في مكملات اخرى تساعدنا على حمايتنا من الشيخوخه والامراض المزمنه كلها، والناس اللي بدات تظهر لها اعراض الشيخوخه فضل الله تعكسها لهم وتخلصهم منها؟ ان شاء الله هتناول ده كله ببساطه واختصار في هذا الفيديو. اول نقطه مهمه، ال NMN ده ببساطه واختصار قلنا ان في كل خليه من خلايا الجسم بيوت طاقه، بيوت الطاقه دي مسؤوله عن انتاج الطاقه في كل خليه من خلايا الجسم. ال NMN دي بيوت الطاقه بتنتجه وبيتحول في جسمنا الى حاجه اسمها الناد، اللي هي بتساعد على تحفيز السيرتوين المسؤوله عن الحفاظ على شبابنا وحيويتنا ومنع حدوث الشيخوخه، منع حدوث مشاكل الشيخوخه كلها. الدراسات اثبتت تبتدي تقل تدريجيا بعد 30 و40 و50 تبتدي تظهر اعراض الشيخوخه. اتعرفنا بس في الفيديو السابق ان NMN له دور فعال في حمايتنا من الشعر الابيض وتساقط الشعر، ضعف النظر بيحصل مع السن، التجاعيد اللي بتظهر مع السن، امراض القلب والاوعيه اللي بتظهر مع السن، ايضا مرض السكر والضغط والدهون في الدم وكبد الدهون اللي كلها كده بتلازمه ايضا مع السن، بيحمينا ايضا من كل الامراض المزمنه زي مثلا سرطان على سبيل المثال، وفي نفس الوقت له دور فعال في حمايه الحمض النووي بتاعنا من التلف، فبالتالي بيحمي خلايا الجسم كلها من التلف، وده اللي انا اتعاملت في الفيديو السابق. قلنا ان هو له دور فعال في زياده هرمون الذكوره للرجال، وفي نفس الوقت بيساعد على تكوين بويضات صالحه للاخصاب للسيدات. قلنا ان هو الجرعه المناسبه له 250 ملغ نتناولها مرتين يوميا، والجرعه المناسبه 250 ل 1200 ما نزودش عن كده. النهارده بقى في سؤال بيطرح نفسه، هل يفضل ان احنا نتناول NMN مكملات اللي هي بتتحول في النهايه للناد اللي هو بيدي طاقه لكل خلايا من خلايا الجسم بيحولها شباب تاني، وما ناخد الناد على طول، وايه الفرق ما بينهم؟ دراسات اثبتت ان مكملات ال NMN مكملات سمول مولكيول، يعني جزيئات صغيره، لديها القدره على ان هي تخترق جدار الخليه وتتحول الى الناد في الخليه بصوره طبيعيه بدون اعراض جانبيه. والجزيء اللي بيتكون ده وجزيء ال NMN كمان جزيء مستقر، فبالتالي الدراسات بتحفز اكتر ان احنا نتناول NMN ولا نتناول الناد. طب ليه الناد ممكن يكون له اضرار؟ الاولا لازم نعرف ان الناد ده هو اساسا اللي هو بيحفز السيرتون في جسمنا وبيساعد على توليد الطاقه. الناد على طول جزيء كبير ما بيدخلش خلايا الجسم بسهوله وبيبقى غير مستقر، اضافه الى انه له اعراض جانبيه، لو خدناه بالفم له اعراض على الجهاز الهضمي، بيعمل تعب في المعده واسهال، ولو خدناه كمان في الوريد او في العضل زي ما هو معروف للناس كلها او تحت الجلد له اعراض جانبيه، بيعمل صداع ودوخه وعصبيه وشعور بالتعب والارهاق. ده بالنسبه لاعراض الناد. الناد ايضا في الدراسات اثبت ان هو ممكن بنسبه قليله يسبب مشاكل في الكلى والكبد، لازم اي حد عنده مشاكل في الكلى والكبد يجب ان يحذر تناول الناد. طب ما في ناس يا دكتوره تبقى تعبانه قوي ما عندهاش القدره ان هي تستنى كده ان هي تتناول NMN ويكون الناد بعد 3 شهور ويحصل لهم بيتخلصوا من اعراض الشيخوخه، زي ناس عندها الزهايمر، ناس عندها شلل رعاش، ناس عندها مثلا امراض في القلب والاوعيه الدمويه، ناس عندها دهون في الدم، ناس عندها كبد دهني، او ناس عندها شلل عظام، او ناس عندها مشكله في العضلات. فاحنا قلنا ال NMN ده بتحول الى ناد، والناد ده بيزود قبضه اليد ويزود قوه العضلات. طب في ناس بقى يا دكتوره بتبقى تعبانه قوي عايزه تاخد الناد كما هو. دراسات اثبتت الناس اللي هي عندها مشكله زي كده ومحتاجه الناد بسرعه عشان يدي نتيجه بسرعه عشان عندها مشكله صحيه ممكن تتناول الناد فتره مؤقته وترجع تاني تتناول NMN، يعني تحل مشكلتها الاول وترجع تاني تتناول NMN. فكل الدراسات هي اجمعت على هذا ان احنا يفضل ان احنا نتناول ال NMN لانه جزيء صغير ومستقر ملوش اعراض جانبيه، بيدخل خلايا بسرعه بتحول الناد ملوش اي اعراض جانبيه. في نفس الوقت الناد جزيء حلو جدا بيساعد فعلا على زياده طاقه ونشاط كل خليه بسرعه، وبيساعدنا فعلا على التخلص من اعراض الشيخوخه بسرعه، الا ان هو ايضا له بعض الاعراض البسيطه، فيفضل ان احنا الناد ده يكون بس حاجه ستاند باي كده للناس اللي هي عندها مشكله كبيره. يفضل كل الناس
اللي هي العادية اللي ما عندهاش مشاكل وخايفة بس ان هي تعجز او تدخل في اعراض الشيخوخة بنسبة قليلة، يفضل ان هي تتناول NMN. ترى هل في مكملات اخرى تساعدنا على تحفيز السيرتوين وتساعدنا ايضا على حماية الخلايا بتاعتنا من التلف وبتحمينا من الشيخوخة، بتتحكم في الشيخوخة بتاعتنا؟ نعم. او مكمل حلو قوي وتعمل عليه دراسات كتير قوي، الريزفيرترول. الريزفيرترول ده عبارة عن ايه؟ الريزفيرترول ده عبارة عن المادة الحمراء الموجودة في كل الفواكه الحمراء، سواء التوت الأحمر، سواء العنب الأحمر، الرمان، المادة دي موجودة في الفواكه دي كلها. طبعا دلوقتي هتقولي طب يا دكتور ما احنا بناكلها، خلاص ايه اللي خلينا ناخد بقى الريزفيرترول ده؟ عشان تاخد احتياجك من الريزفيرترول كمضاد أكسدة، كمضاد التهاب قوي جدا، كحاجة تحمي الخلايا بتاعتنا من الشيخوخة وأمراض الشيخوخة كلها، هتاكل 3 كيلو عنب كل يوم، 3 كيلو رمان كل يوم، وطبعا ده يدخلك في السكر ويعمل لك مشاكل كتير. اللي بيحصل ان هم بيركزوا الماده دي في كبسوله، كبسوله ونتناولها ما لهاش اي اعراض جانبيه، فبتحفز السيرتون في كل خليه من خلايا الجسم، بتساعد ايضا على حمايتنا ايضا من امراض الشيخوخه كلها. والناس اللي عندها بدات تظهر عليها اعراض شيخوخه تخلص منها تدريجيا واحده واحده بفضل الله سبحانه وتعالى. ايضا كمان حلوه قوي، بتساعد على حمايه خلايا الجسم التلف، وتساعدنا على زيادة طاقة كل خلية من خلايا جسمنا، وهو الكيوتين. كيوتين ده مكمل غذائي ورخيص جدا وتحت ايدينا، وله دور فعال فعلا في زيادة طاقة كل خلية من خلايا الجسم، منها خلايا القلب والأوعية الدموية. له دور فعال في حماية خلايا الجسم كلها من التلف، وبالتالي حماية القلب والأوعية الدموية. بس هل الكيوتين بنفس مستوى الـ NMN والناد؟ لا. طب هل ممكن اتناول NMN والناد والكيوتين؟ يس، يعني ممكن اتناول NMN والناد والكيوتين، لكن الكيوتين لوحده مش هيحمينا من الشيخوخه لوحده، ومش هيعمل ريفرسال الشيخوخه او يعكس الشيخوخه لوحده. كمانات الحلوه قوي اتعمل لها دراسات ايضا، الالفا ليبوك اسيد. الفا ليبوك اسيد ده حلو جدا، ليه؟ ان هو مضاد اكسده قوي جدا، مضاد التهاب قوي جدا، ايضا بيحمي الخلايا بتاعتنا من الشيخوخه وامراض الشيخوخه كلها. مفيد قوي الالفا ليبوك اسيد لمرضى السكر النوع الثاني والناس عندها مقاومه انسولين وسمنه وكبد دهني ودهون في الدم، ده حلو قوي. طب هل الفا ليبوك اسيد لوحده هيساعدنا على الحمايه من الشيخوخه؟ لا، الدراسات قالت لا لوحده لا. هل نتناول معاه الان ام ان والناد؟ يس، ممكن ناخد ام ان ان والناد والالفا ليبوك اسيد، ناس عندها سكر، ضغط، دهون في الدم، كبد دهني، سمنه، مقاومه انسولين، كل ده مفيد قوي بالنسبه لهم. وكيوتين حلو قوي مع الان ام ان والناد، الناس عندها مشاكل في القلب والاوعيه الدمويه، والان ام ان والناد حلوين جدا لينا كلنا. طب هل هذا لوحده كافي بالنسبه لنا كلنا عشان نحصل على هذه الفوائد؟ لا، كما ذكرت في فيديوهات سابقه، مهم جدا مع هذا ممارسه الرياضه بانتظام للحفاظ على الكتله العظميه والكتله العضليه، مهم ايضا النوم فتره كافيه، مهم جدا نتجنب القلق والتوتر على قد ما نقدر، مهم جدا الصيام المتقطع، مهم جدا تجنب الاغذيه التي تدمر خلايا الجسم كله وتسبب كل الامراض زي السكريات والعصاير والمياه الغازيه والشوكولاتات والبسكوتات والحلويات الشرقيه والجاتوهات والكيكه والتورته، وايضا تجنب الاغذيه المحفوظه واللحوم المصنعه والاكل والزيوت النباتية المكررة والسمن النباتي المهدرج وكل ما يضر الجسم كما ذكرت سابقا، مع نظام غذائي صحي. ركز بقى على الفواكه اللي هي لونها أحمر، ركز على الخضروات الورقية الخضراء، ركز على طبق السلطة اللي هو فيه 7 ألوان، ركز على البروتينات المفيدة زي الأسماك الدهنية وزي السردين. الخلاصة إيه؟ مهم جدا نحرص على تناول مكملات الـ NMN لأنها ملهاش أعراض جانبية، والناس عايزة تتناول الناد تتناولها لظروف خاصة بيها، مثلا عندها الزهايمر، عندها شر عاشة، عندها أي مشاكل صحية كبيرة أوي عايزة تتناول الناد كده عشان تخلص من المشاكل دي بسرعة أو تقللها أو تمنع تطورها، ده حاجة كويسة. لكن يفضل على المدى البعيد، احنا لو عايزين نحافظ على الخلايا بتاعتنا من التلف بأمان، يفضل نتناول NMN. ويمكن تناول NMN مع الناد في ظروف معينة، ممكن أيضا تناول NMN مع كيوتين، ممكن تناول NMN مع الألفا ليبوك أسيد، ممكن تناول NMN مع الريزفيرترول. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.